حياكم الله مشاهدينا من جديد، ورح نبدا معكم فقرات برنامجكم العالم هذا الصباح، ومع الفقره الميدانيه اللي رح ناخذكم في اولها لمنطقه الصباح الطبيه اللي تشهد اليوم افتتاح وزير الصحه الدكتور احمد عبد الوهاب العوضي مركز الكويت لامراض وزراعه الكلى. عسى الله يشافيهم يا رب. امين ان شاء الله. افتتاح هذا المركز ياتي في اطار تطوير الخدمات الصحيه وتحقيق لمفهوم التغطيه الصحيه الشامله عبر التوسع بالخدمات التخصصية، وأيضا من منطلق اهتمام الوزارة بعلاج مرضى الكلى وتسهيل وصولهم للخدمات الصحية المطلوبة. مطلوب هذا التطور وهذا التحسين أكيد، لا سيما في المجال الطبي. إنجازات متعددة تقوم فيها وزارة الصحة في أكثر من مجال، ولهم منا أكيد كل تحية وتقدير. نروح الآن لمنطقة الصباح الطبية، وتنضم إلينا من هناك زميلتنا لمى بوعلاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت. لمى صباح الخير. لما كلمينا أكثر عن هذا المركز. صباح الخير. نعم، يسعد صباحكم جميعا. بالفعل منهجية واستراتيجية المنظومة الصحية تركز بشكل أساسي على تطوير الخدمات الصحية والدفع بها إلى الأمام، وذلك في سبيل أن تكون هذه الخدمات الصحية قريبة من سكن المواطنين والمقيمين، وتخفيف الضغط والعبء الذي يقع على كاهل الفرق الطبية العاملة في مختلف المستشفيات العامة والتخصصية. مشاهدين الكرام، هناك بالفعل سلسلة من الافتتاحات شهدتها المنظومة الصحية في الآونة الأخيرة. في الأمس القريب قام معالي وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي بتدشين مركز أو وحدة لغسيل الكلى في مركز ضاحية علي صباح السالم الصحي، وها هي اليوم وزارة الصحة بقيادة معالي وزير الصحة يفتتح أيضا مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى الواقع في منطقة الصباح الطبية التخصصية. وذلك هذا المشروع الحيوي جاء بتبرع كريم من اللجنة الشعبية لجمع التبرعات. الجدير بالذكر أن هذا المشروع يعتبر الأكبر من نوعه على مستوى البلاد من حيث الطاقة التشغيلية والاستيعابية والأجهزة والتقنيات المتقدمة والمساحة. للحديث أكثر وأكثر عن طبيعة هذا المشروع، يسعدنا الآن أن نستضيف الدكتور عبد الله السند، وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. يسعد صباحك معالي الوزير. يسعد صباحك دكتور. في البداية نود أن نتحدث عن طبيعة الخدمات المقدمة تحت مظلة هذا المركز. كما تعلم اليوم المنظومة الصحية تكتمل بوجود المثلث الذهبي، الضلع الأول عبارة عن المنشآت الصحية وأيضا التقنيات المتقدمة، بالإضافة أيضا إلى الكوادر الطبية مؤهلة. حدثنا أكثر دكتور عن طبيعة الخدمات المقدمة والنوعية التي تقع تحت مظلة هذا المركز. نعم، حياكم الله وسعد الله صباحكم بكل خير. نحن اليوم متواجدون في افتتاح مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى، وحقيقة هذا المركز هو مركز نوعي وتخصصي متكامل ومزود بكافة الاحتياجات والمتطلبات الطبية والتخصصات كذلك المطلوبة لرعاية مرضى وخدمة مرضى زراعة الكلى في دولة الكويت، وكل الأمور التي يحتاجونها من القيام بعمليات تحضيرية تسبق عملية زراعة الكلى، وكذلك المتابعات المستمرة لما بعد عملية الزراعة. يعني أختي لمى، لا يخفى عليك أن مريض زراعة الكلى أو فئة مرضى زراعة الكلى هي من الفئات المهمة التي توليها وزارة الصحة اهتماما كبيرا. ومريض زراعة الكلى عندما يراد له أن يؤهل من قبل الفريق الطبي المختص لزراعة الكلى، فإن هناك عددا من الخطوات التحضيرية والفحوصات المخبرية الدقيقة التي ينبغي عليه إجراؤها، كذلك أن هناك سلسلة من المتابعات اللاحقة التي ينبغي أن يقوم بها ما بعد زراعة الكلى، سواء كانت هي الخطوات التحضيرية المسبقة أو المتابعات اللاحقة، كلها تجرى في هذا المبنى وفي هذه المنشأة التي نحن اليوم بافتتاحها تحت رعاية وحضور معالي وزير الصحة الدكتور أحمد عبد الوهاب العوضي، وهو مركز الكويت لأمراض وزراعة الكلى. جميل. دكتور، لو أردنا أن نتحدث عن مكونات وطبيعة هذا المشروع الحيوي الذي يقع في منطقة صباح الطبية التخصصية، الأجهزة، التقنيات، المعدات، الفرق الطبية.
نعم، هذا المركز الآن نحن في منطقة الاستقبال. إذا ما دخل المريض إلى هذا المركز فإن هناك عددا من العيادات الخارجية للمراجعات الدورية لمرضى زراعة الكلى ولمرضى الكلى بشكل عام، وأن هناك عيادات التخصصية والعيادات الخارجية هي ليست فقط عيادات للكلى لأمراض الكلى للكبار والصغار فحسب، وإنما كذلك عيادة للأمراض القلبية وعيادة للأمراض التنفسية وكذلك عيادات للتغذية، كما ذكرنا أن هذا مركز للكلى وكذلك التخصصات ذات الصلة بمريض الكلى الذي يعني يريد أن يجري عمليات زراعة الكلى. كذلك هناك قسم للطوارئ والحوادث ومزود بغرف الملاحظة وفي غرف الإنعاش. كذلك أن هناك صيدلية مركزية تخدم هذا المبنى وهذا المركز من أجنحة وحوادث وعيادات، وكذلك هناك صيدلية مخصصة للعيادات الخارجية مريض الكلى إذا أراد أن يصرف العيادات الدورية اللازمة لصيانة ورعاية حالته الصحية. هناك 4 أجنحة، بطاقة سريرية تصل إلى 80 سرير للرجال وللنساء ومزودة بغرف العزل. هناك قسم للعناية المركزة، وبجوار العناية المركزة هناك جناح لغسيل الكلى بطاقة تصل إلى 20 سرير أو جهاز مزود بأحدث التقنيات والفلاتر للقيام بعمليات الغسيل. كذلك هناك مكتبة عامة، لأن لا يخفى عليكم أن الأبعاد الاستراتيجية والأبعاد البحثية والعلمية هي من مرتكزات الأساسية للممارسة الطبية، لذلك وجدت هناك مكتبة إلكترونية وقاعة للمحاضرات للطواقم الطبية للإطلاع على أبرز المستجدات الطبية والعلاجية العالمية الحديثة. هناك وحدة مناظير للجهاز الهضمي ومناظير كذلك للجهاز التنفسي. لا ننسى أن هناك من ضمن منشآت هذا المركز هناك غرفة لأخذ عينات، وهو إجراء دقيق لأخذ عينات من الكلى المزروعة لمتابعة مدى ملائمتها للجهاز المناعي ومدى ملائمتها لجسم المريض المراجع الذي زرعت فيه هذه الكلى. هناك مختبر وفيه في بعض التحاليل لا تجرى إلا هنا في هذا المركز، فهي نوعية وتخصصية لهذه الفئة المهمة من مراجعين الكرام. يعني لو أرد أن أتحدث، هو عبارة عن تخصصات متعددة داخل هذا المبنى. كما تعلم دكتور بأن وزارة الصحة حققت مستويات غير مسبوقة في نجاح عمليات زراعة الكلى، لو أردنا أن نسلط الضوء ماذا سيضيف هذا المركز لتطوير الخدمات الصحية بشكل عام؟ هذا المركز وغيره من المراكز والمنشآت الصحية العلاجية والوقائية النوعية المتخصصة هي من المراكز حقيقة التي تثري المنظومة الصحية الوطنية، وهي وفق الأطر الاستراتيجية التي تعمل على تحسين الرعاية الصحية في بلدنا الحبيب، وتحديدا لهذه الفئة المهمة لفئة مرضى زراعة الكلى. لا يعني الجدير بالذكر أن هناك نحو 2600 مريض يقوم بعملية زراعة الكلى في دولة الكويت بشكل دوري. كذلك لا ننسى ما حققه برامج زراعة الأعضاء وتحديدا برامج زراعة الكلى، وهو من البرامج المتميزة في دولة الكويت. ففي عام 2023 تمت زراعة 140 حالة زراعة كلى وبنسبة نجاح تصل إلى 97% في دولة الكويت، وهو رقم قياسي حقق في عام 2023. وغيره من البرامج المميزة لزراعة الأعضاء، هناك في أكثر من حالة لزراعة القلب الطبيعي و16 حالة زراعة كبد في دولة الكويت، ومؤخرا كانت هناك حالة ناجحة لفتاة مواطنة كويتية في زراعة البنكرياس. هذا بالإضافة إلى برنامج زراعة الخلايا الجذعية للأطفال، وهو الثاني من حيث الإنشاء خليجيا. حقيقة يعني مثل هذه البرامج، برامج الزراعة التي نفخر بها وهي قائمة على أيادي وكفاءات وطنية، ونحن نأمل ونعمل على استمراريتها. وحقيقة هناك قائمة من المرضى ليست فقط في دولة الكويت وإنما في كل دول العالم، هي استنفذت معظم طرق العلاج ولم تجد منفذا إلا عبر جراحة زراعة الأعضاء. لذلك هناك بصيص الأمل الذي من بعده تكون هناك ولادة جديدة.
دكتور. كان معنا الدكتور عبد الله السند وهو المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة. بالفعل زملائي، هذا المشروع وهذا الإنجاز يعتبر خطوة نحو تحقيق الاستدامة في الرعاية الصحية، سيساهم بشكل كبير في التقليل من فترة الانتظار للحالات التي تحتاج إلى زراعة الكلى في البلاد. هذا الإنجاز المستحق يعكس ويترجم على أرض الواقع مدى التضامن والتعاون والتكافل الاجتماعي بين كافة أطياف المجتمع، وذلك في سبيل الدفع بمسيرة المشاريع الصحية إلى الأمام. هذا كل ما في جعبتي، وننتقل إليكم. الزميلة لمى أبو علاوي مراسلة تلفزيون دولة الكويت، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.